أحسن الله إليكم. المرسل خالد يحيى من مكة المكرمة يقول: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من 4 أيام في مكة، وكذلك صلاة الراتبة حيث السنة في السفر ترك السنة؟ من أراد إقامة 4 أيام في أثناء سفره سواء في مكة أو في غيرها، 4 أيام فأقل، لا بأس أن يقصر الصلاة إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين مثله. أما إذا صلى مع المقيمين أو أهل البلد وجب عليه الإتمام، لأن المأموم تبع للإمام فيجب عليه الإتمام. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإن السفر ينقطع ويلزمه إتمام الصلاة لأنه صار مقيما، والمقيم يتم الصلاة. نعم. آخر السؤال يا شيخ عن السنن الراتبة. من جاز له القصر فإنه لا يصلي السنن الراتبة. من قصر الصلاة في السفر فإنه لا يصلي الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر ولم يكن يصلي قبلها ولا بعدها شيئا من النوافل. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت أنت الصلاة. نعم. يقيم بعض الإخوة في الحرم المكي، وكون الله جل وعلا يخفف عنك الصلاة إلى ركعتين ثم أنت تريد أن تصلي زيادة على ذلك وتقول هذه راتبة، هذا خلاف السنة. أما صلاة الليل والوتر والتهجد هذا شيء مطلوب. طيب. نعم.